رجعنا لكم مشاهدينا، والحين خلونا نروح لجمعية الميرة مع خلود الدكتورة بدرية اللي بيكلمونا اليوم عن موضوع غذائي يهمنا كلنا أثناء التسوق للشهر الفضيل. هلا فيك يا خلود. هلا يا نور، هلا فيك يا حصة، ومساكم الله بكل خير مشاهدينا ومستمعينا. نفس ما قلتوا أنا موجودة في جمعية الميرة، نفس ما قلنا لكم كل أحد وأربعة بنكون في فقرة المستهلك في جمعية الميرة. طبعا في هالفقرة دائما بتكون معاي الدكتورة بدرية لنقاوي، مساعد المدير التنفيذي للتمريض في مؤسسة حمد الطبية. اليوم بنتكلم عن موضوع وايد مهم اللي هو شلون نتسوق أو ناخذ الألبان والجبن والروب، ويعني من هالشغلات وبنتكلم عنها بالتفصيل. طبعا احنا قدام منتجات الألبان والأجوان. دكتورة بداية، ما شاء الله في انواع وايد، مثلا من حتى طريقة تغليفها قليلة الدسم او مثلا منزوعة الدسم او هالاشياء، شو الاشياء المفروض احنا نعرفها؟ نبدا مثلا مع الجبن. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء انت تشوفين شو اللي انت ترتاحين له وشنو النوع اللي انت تحبينه، والاختيارات قدامك، فانت تختارين. وحطي في بالك بعد ما تاخذين يعني اكبر علبه، مثلا نفس الشيء اذا قلنا عن الكريم، في الحجم الكبير وفي مثله الحجم الصغير، اساس انه ما نبطله ونخليه في الثلاجه. ايوه، وحتى لو اخذتي الحجم الكبير وفتحتي ممكن تخلينه 5 ايام مو اكثر. هاي بغض النظر عن تاريخ الانتهاء، 5 ايام مش اكثر. 5 ايام مش اكثر اذا فتحتي العلبه، لانك انت هنا بتقصين العلبه لانه كرتون، فبتقصين العلبه وبتاخذين كميتك اللي انت تبغينها. هذا شيء. وبالنسبه حق الكريم، بالنسبه حق الحليب 10 ايام الى 5، يعني 5 ايام افضل شيء. لحظه، الحين من افتح مثلا خلينا نقول الكريم ابي اردها في الثلاجه وعندي مثلا هالكميه الكبيره، شلون اقدر احافظ عليها في الثلاجه؟ اوكي، انت عقب ما تقصينها تحطين لك قصدير، وبعدين بكلينج فيلم البلاستيك تلفين الكرتون عدل عشان لا يعني يدخل هواء ولا شيء. فانت كذي تكونين يعني خليتي الشيء فرش عندك. طيب، ونفس الشيء ونفس الشيء حق الجبن، مثلا اذا اخذتي لك جبنه كبيره او اخذتي لك حلوم مثلا او حتى الفتا تشيز، انت هنا تبغين الكميه كلها. اوكي، تبغين كميه اقل اخذي كميتك اللي تبينها، والباقي تقدرين تحتفظين بهم انك انت تقطعينهم صغار وتحطينهم في علبه فيها مثلا خلينا نقول بلاستيك او انه قزاز. انا افضل القزاز لانك انت تحكمين بالذي اكثر. المكيسين صح؟ المكيسين. طيب انت قلتي لي عن طريقه تسوينها، اذا مثلا بعضهم يوم فيهم ماي وبعضهم ما يوم فيهم ماي. اوكي، انت بمجرد ما تفتحين العلبه او القرطاس الماي ينزل، فانت اخذتي كميتك، الباقي تردين تحطينهم في العلبه وتكونين مسخنه ماي، يعني الماي ما يكون حار مره ولا مقلي، يكون فاتر. تزيدين شويه ملح، زيت، خل، واحنا الخل نستخدمه في كل شيء. ماي دافي، خل وملح وزيت. ملح وزيت. إيه، وبعدين انت تقدرين تحطين لك فلفل اذا تحبين، مكسرات يعني اساسا نحن نحافظ عليها. ايوه. طيب، في مثلا مرات بغض النظر بعد عن تاريخ الانتهاء لازم مثلا ننتبه السكين اللي قطعنا فيها مثلا الجبن، اهم شيء الملعقه او السكينه ما تكون مدهنه او فيها شيء او من باقي مثلا مواد الاكل. بالضبط. وننتبه حق اللون وريحة الجبن أو اللبن، لأن إحنا عارفين أن الجبنة بسرعة تعفن. أيوة، فتكونين أنت يعني حاطة في بالك هالشيء، وتقدرين أنت تحتفظين بالأجبان، يعني إذا خدتيهم فرش من 3 إلى 6 شهور. حتى تقدرين تحطين تجمدينهم تحطينهم بالفريزر. مثلا عندك هذيل مثلا الجبن المبشور، أي في بعضهم يبطلونها ويحطونها في الفريزر،
شلون المفروض نحافظ عليها؟ غلط نحطها في الفريزر؟ لا، انت اصلا تحطينها بالفريزر اذا زادت عن حاجتك، بس شلون انت تغلفينها؟ تردين تشوفي اذا تلاحظين الكيس هنا في شويه هواء عشان الذي يعني انك انت لما تين تفتحين والجبنه تكون محافظه على ذي، بس بمجرد ما تفتحين الكيس وبقي لك شويه طلعي الهواء منه وبعدين قلفيه عدل مره ثانيه بالبلاستيك الكلينك فيلم وحطيه بالفريزر حق مره ثانيه. بس ما يكون في الفريزر وطلعتيه ذوبتيه وبتردينه الفريزر. غلط. اذا طريتي علي في بعض الاتشوس اللي يونت مثلا حق السندوتشات والاشياء الاكبر اللي تيجي فيها نفس الزبلوج اي على اساس انه يحفظ كميات الهواء مثلا. أيوة. هذا اوكي حق مو تحفظين هذا؟ كميات الهواء عشان تطلعين الهواء. شوفي مثلا هذيل الاجبان يجونك نفس الطريقه، شوفي يعني انت بمجرد ما تفتحين ايوه اوكي وبعدين يعني مظهرين الهواء وكذا اوكي. فانت اذا لاحظتي في فرق بين الكيس الكبير والكيس هذي، يعني دائما افضل اذا بنستخدم اكثر من مره ناخذ الاتشاس اللي ممكن تسكر على طول. مو بشرط، يمكن انت ما تحبين هالنوع تحبين النوع هذاك، بس تحطينه في كيس ثاني من اللي عندك وتكونين عارفه انك انت يعني جايبتها فريش ما طلعتي من الفريزر وخليتي. طيب دكتوره الحين بنتكلم عن الحليب وعن اللبن. في حليب مثلا طويل الاجل وفي الحليب الفريش اللي نقدر نقول ان احنا ناخذه كل يوم، ايش قد مهم ان احنا مثلا ناخذ الفريش او طويل الاجل؟ اذا حتى لو خذينا الفريش لين ما نوصل البيت وين نحطه؟ يعني انت جايه وعارفه انك انت بس جايه حق هالمنتجات، يعني جايه اليوم بس تاخذين منتجات الالبان الحليب وما شابه، فتكونين عارفه جايبه وياك المبرده. لا المبرده ثلاجه ايوه هذه الثلاجه الصغيره احيانا تجي على سفنج واحيانا تجي هذه اللي نطلع في فيها رحلات مثلا ان انا ما جبتها معاي. اوكي جيبي ونفرض انك انت ما جبتي اي حاجه معك اوكي تجين تاخذين حاجاتك وتطلعين، يعني ما تقعدين اكثر من ساعتين، وخاصة انك انت عارفة سيارتك بتكون حارة وانت ماخذة الحليب والجبن وهالامور، شلون تحتفظين بهم وين بتخلينهم؟ فانت تاخذينهم وتطلعين فيهم على طول. طيب الحليب وايد مهم بالذات بما انه يعني اليهال يعني يشربونه، لازم ننتبه انه مو يعني مو موضوع انتهاء صلاحية وخلاص، ان طريقة الحفظ مثلا ان انا اطلعه من الثلاجة اصب مثلا جلاس وارجع مره ثانيه الثلاجه، ايش قد مهم ان انا اشوف ان حليب احكم المقطع عدل، يعني اكون متاكده ان انا والله تيت على المقطع. وبعدين اقول لك خلود، مو بس اليهال اللي يشيلون الحليب يشربون منه وينسونه، ما نحطه برا الثلاجه فتره ونراجعه الثلاجه. ايوه هذا شيء. والشيء الثاني انا كأم قاعده اطبخ احيانا يعني استخدم الحليب في الطبخ شوربه او شيء، ما اجي اطلع الحليب بفتره واخلي القرشه او الكوب اللي انا حاطه فيه الحليب قدام الفرن وقاعده اسوي الحراره ما نعرض الحراره. ايوه معناته هل الاضاءه مثلا القويه يعني ما راح تكون اضاءه قويه لهناك، بس انت خايفه من الحراره لان يعني الحليب بمجرد ما تطلعينه وتخلينه ويحتر وتاخذين تردينه ودي يعني ما بزين. وبعدين شيء ثاني عن الحليب او الالبان، كل الامور هذه مبستره، فمن كذي يعني يفضل انك انت لما تشربين او تفتحين دي تسكرين وتخلينا لمدة 5 أيام 10 أيام. ودائما ننتبه حق الكثافة نفسها أنها هي ما تغيرت، لأن أيوة يعني أحيانا ممكن تلقين انقلبت لبن أو يكون شوي صار أيوة ثقيل، إلا إذا شريتي حليب يعني فريش أقصد فريش اللي مو بمبستر
يفضل انه ما ينشرب قبل لا ينقلي وهالامور، انه وكميات قليله انها دائما تكون افضل. ايوه. واخيرا بنتكلم اليوم عن البيض، شلون المفروض ايش الاشياء المفروض نعرفها قبل ناخذ؟ اوكي، اهم شيء ان البيض وين يروح، وانت لما تاخذينه ما تحطينه يعني برا الثلاجه الا اذا مطبخك كان بارد. اوكي، تقدرين تحطينه لازم في الثلاجه، اذا لازم في الثلاجه بضغط مع هالجو الحار خلينا نقول. ايوه يعني بغض النظر عن كل المنتجات هذه، البيض ما نقدر احنا نفرزه صح؟ ايه؟ فلازم ينحط في الثلاجه. بس الحليب، الالبان، الاجبان تقدرين تحطينهم بالفريزر، ولي بقيتيهم تطلعينهم تحطينهم تحت لحد ما يذوبون. وحق الطباخ انزين، فكره بس اخيره، البيض مثلا ممكن ينغسل قبل ينحط الثلاجه على اساس انه ممكن تكون القشره عليها مثلا؟ اي ممكن، ويعني يحب بدل كل يغسله، لان البيض ما تدرين من داخل يكون نظيف، بس انه اهم شيء من برا. ايه. طيب يمكن اليوم تكلمنا بطريقه جدا سريعه عن بعض الامور المفروض كنا فصلنا فيها اكثر مشاهدينا واخواتي في الاستديو، نرجع لكم.